بسم الله الرحمن الرحيم. المخبز هذا بدأ بمبادرة شبابية بقيادة الأستاذ محمود كامل، مبادرة بوادر العطاء التنمية الخيرية العام الماضي. أيام ما كان الرواتب منقطعة عن الموظفين وكان ما في إغاثات ما في شيء، وبدينا بالجهد شبابي فردي حتى ما فيش كان أي داعمين، فبدأنا نأخذ كيس من هنا وكيس من هنا من التجار من فاعلين الخير، وبدأنا ب 15 كيس و 150 ألف ريال. وبعد ذلك تفاعلوا معنا الفاعلين الخير والميسورين، تفاعلوا معنا كثير واستمر لمدة 6 أشهر حتى نزلت الرواتب في العام الماضي. انتهينا في شهر 2، نهاية شهر 2 وتوقفنا، لأنه بظل أنه يعني على المغتربين حدث عليهم في السعودية قوانين تأخذ يعني ضرائب وكذا، فانخفض الدعم وأقات الرواتب وأقات الصليب الأحمر عمل 3 أشهر إغاثة، فهذا كان توقفنا احنا. والآن عندما ارتفع الأسعار وارتفع سعر الدولار وارتفع يعني وهبط سعر الريال، يعني الكيس الدقيقة العام الماضي كنا نشتري ب7000 ريال أو ب7200، الآن نشتري ب15000، وأمس يقول لي ب14500 ريال. هذا عدو مع اللي مو تخفيض اللي مو وفر الخير يعني. فلذلك الناس محتاجين وما في شيء غاثات، الغاثات لها من شهر 3 لا توجد نهائيا في المدينة تعز، ما في شيء غاثات في مع منظمة كير، يعني في معها شروط تعجيزية، في معها معايير يعني لا تطاق، لا تصلح حتى إلا الذي قد هم يعني على بالهاوية أو قد هم شموتوا. الآن فتحنا هذا المخبز، فتحنا من جديد، عدنا فتحه من جديد، بدينا ب40 كيس و200 ألف ريال، والآن باقي لنا من الأكياس حوالي 11 كيس أو 12 كيس الآن، يعني ما يغطي ثلاثة أيام. الآن نحن نصرف لحوالي 300 أسرة، يعني 290 إلى 300، لأنه في ناس عادهم يعني موجودين خاصة النازحين الذين من حمير ونازحين الحديدة، بدنا نكتشفهم، يقول في ناس في حالتهم ضعيفة جدا، والآن ما علينا إلا أن نستوعبهم، والعدد في ازدياد، لكن الآن يعني ربما نغلق خلال يومين أو 3 أيام بعد ما ينتهي هذا الدقيق، لكن نسأل من الله أن يوفق الميسورين والفاعلين الخير أن يدعموا هذا الفرن كما دعموه الأولين، ونشكرهم الأولين، نشكرهم شكرا جزيلا. فمنهم من لا نعرفه حتى الآن كان يجي يعطينا الدقيق ينزل بالديانات، ينزل له هنا بالديانات على 100 كيس في العام الماضي. نرجو منهم أن يواصلوا وأن يدعموا، فالناس يعني في حاجة ماسة، والآن كثير العدد، ونحن في منطقة تماس في المطار القديم خط مواجهة، الناس يعني رغم ضعفهم كذا إلا أنهم صامدين، لكن العيش أو الأكل هذا يعني هو الذي يضغط على الإنسان بكثرة. فنرجو من الإخوة الفاعلين الخير، نرجو من المسؤولين أن يلتفتوا إلى هذا المخبز. نحن نعمل بصمت، لن نفتتحه بافتتاحة رسمية، ولم ندعي له وكلا محافظ ولا محافظين ولا محافظة، لكن ندعوهم للدعم، ولا نحتاج إلى إعلاميات، ولا نحتاج إلى يعني أننا نرفع الصوت، لأنه ما فيش معنا داعم لما نفتتح، لكن إحنا نفتتح بحقنا بالجهدنا القليل. فنرجو منهم أن يدعموا وأن يتوجهوا بنظرة رحمة لهذه المنطقة.